حرب. عشان تكبر في هالبلد لازم تعرف ان ليها اربع سكن. ساعتها بيبقى قلبك ميت. عشان الناس تخاف منك وتعمل لك حساب وهيبة لازم تبقى قوي. لو هنحارب المهم تبقى حرب نزيهة ومشروع. محتاجين صلاح الدين الأيوبي من تاني. ده أسلوبه مش هيتغير. أنا هنسف لك حياتك هدمرك. لكن أنا هخليك تعيش تتمنى الموت كردة دي. ما وراهوش حاجة غير أزنيتي. زي ما انتو جالك عايز مني ايه؟ أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها إلا حاجة واحدة، عمري ما خنت واحد صاحبي. وطول ما سلاحي معايا هضرب منه. بس لا انا سايب لك البلد كلها على وشك. انت لو تعرف وحشتني قد ايه كنت جيت لي دلوقتي حالا. وحشتني انت بالذات لو طلبت عينيا تاني. بس خايف الحلم ما يتحققش. واحد عاش طول عمره يحلم بكنز، ويوم ما وصل اكتشف ان الكنز في الرحله. الناس اللي عرفهم حبوه وحبوه. نفسي كل حاجة تمشي زي ما كنت عايز. مستحملين ألم البعد، مستنين لحظة ميلاد، متفرقين ما بين بلاد وناس ما ترحمش البشر، متفرقين ما بين بلاد ناس ما ترحمش البشر. ناس ما ترحمش البشر. قولنا ليتك لي ولادك، والقرب أصعب من بعدك، والغرب ليك له في زادك. هو انت قلبك من حجر؟ أيوة انت قلبك من حجر. دي مش حمشانة تلف كلية الشرطة، دي حمشانة ليه واحد. احنا رجالة اوي يا مؤاخذة.